ما هو ضابط الجهاد في مثل هذه الأزمنة والتي تكثر فيها الفتن؟ يا أخي، هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال، سأله السائل: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. العبرة بالنية والقصد، إذا كان قصده إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، لكن بشرط أن يكون مع جهاد منظم من ولي الأمر، أمر المسلمين، يكون تحت راية المسلمين. نعم.